خلينا نروح لإيطاليا، وهو موسم ناجح للكرة الإيطالية، واللي كانوا بيراهنوا على نجاح نابولي في الوصول للمباراة النهائية طبعا باد لك، لأنه فريق مقدم عروض ولا أروع وما كانش يستحق أبدا أنه يخرج من البطولة، لكن ميلان بشخصيته وبشخصية البطل قدر يتفوق على نابولي ويقصي من الدور ربع النهائي في بطولة دوري أبطال. لكن ده ما ينكرش أو ما ينفيش أن الكرة الإيطالية قدمت موسم رائع، والأهم هو تواجد ناديين إيطاليين في دور قبل النهائي لبطولة دوري الأبطال. عندنا كلاش في الناحية الثانية، عن هو مش كلاش، هو نهائي مبكر، الريال في مواجهة السيتي. طبعا الفريق اللي هيفوز منهم هو هتكون حظوظه أكبر في التتويج باللقب، وإن كانت الكرة دايما عودتنا على المفاجآت. لكن الناحية الثانية عندنا مواجهة كلاسيكية، كلاسيكو إيطالي ما بين الإنتر والميلان في الدور نصف النهائي. وما ننكرش حتى كمان انه على مستوى المنافسه في الكالتشيو الايطالي الدنيا اتغيرت والخريطه اتغيرت، ونابولي يمكن ولاتسيو متصدرين المشهد بشكل كبير. نابولي طبعا في صداره الترتيب واقترب بشكل كبير جدا من حسم اللقب، لكن نقدر نقول ان ابتعاد الكبار الانتر، الميلان، روما، اليوفي ادى فرصه كبيره جدا لتالق وتوهج نابولي ولاتسيو. معنا واحد من نجوم لاتسيو السابقين، وايضا كان نجم طبعا في كييفو فيرونا، فابيو فيرماني، هو ضيفنا في السادسه. بدايه طبعا نرحب بيه ونشكره على مشاركته معنا في السادسه. اهلا بيك على شاشه الاهلي. شكرا لكم، شكرا لكم جميعا، شكرا شكرا على الاستضافه. يعني خليني ابدا معاك بلاتسيو، ازاي بتشوف فريق لاتسيو الموسم الحالي، ومن وجهه نظرك ايه السبب الرئيسي في تطور مستوى لاتسيو وقدرته على منافسه الكبار في ايطاليا؟ فريق لاتسيو فريق كبير، وبدا هذا الموسم بتألق رائع وتألق ملحوظ، لا سيما في المباريات الأخيرة. لاعبو لاتسيو لاعبون من اللاعبين الكبار، ولا شك أن موريتيو ساري لعب دورا كبيرا في إحياء الفريق من جديد بعد أن غاب الفريق فترات طويلة. ظهر من جديد في الصدارة وينافس على الدوري الإيطالي، فقد لعب الفريق 32 مباراة، فاز فيها ب 18 مباراة وخسر 7 مباريات، وهذا في حد ذاته إنجازا كبيرا لدينا. القصة الحقيقة يمكن كمان مش بس في تطور وظهور فرق أصبحت قريبة من تحقيق ألقاب أو المنافسة على ألقاب زي نابولي ولاتسيو، لكن بعد سيطرة دامت طويلا لليوفي يمكن شفنا عودة الميلان، عودة الإنتر، السنة دي نابولي. إيه اللي حصل في خريطة الكرة الإيطالية من وجهة نظرك؟ نعم، من وجهة نظري فريق نابولي لديه مشروع كبير وتخطيط كبير منذ فترة، كان يحاول أن يستعيد مستواه من جديد. فلا شك أن اسم نابولي تردد كثيرا وتصدر أغلفة الصحف العالمية بعدما بات قريبا من تحقيق لقب الدوري الإيطالي الغائب عن جدران المدينة، فكل منهم له خطة مختلفة. نتحدث الآن عن فريق نابولي، من قرابة 33 عاما كان غائبا عن الساحة الإيطالية، ولكن تصدر بفارق كبير الآن. ولكن في الحقيقة أنكي اليوفي عاد من جديد ليتصدر اسمه من جديد وليظهر الساحة من جديد. من وجهة نظرك وإحنا بنتكلم عن نابولي الحقيقة بعد موسم أكثر من رائع، هل تعتقد أنه حتى وإن توج نابولي وهو الأقرب طبعا للقب، هل عنده القدرة على أنه يحافظ على نجومه وأنه يسعى لتكوين فريق ينافس على الألقاب الأوروبية، وأبرزهم طبعا أوسيمين مهاجم الفريق وكفاراتسخيليا جناح الأيسر لفريق نابولي؟ نعم، بكل تأكيد أعتقد 100%، أعتقد أن نابولي سيحافظ على مستواه وسيتصدر اللقب. وكما نرى، وأنا أيضا يصيبني الفضول لمشاهدة المزيد والمزيد بما يحققه نابولي. نحن نرى موسما رائع لنابولي. كانت مفاجأة بالنسبة لكم، أو هي إيه هي ردود الأفعال في إيطاليا على خروج نابولي أمام الميلان رغم الموسم الرائع الحقيقة والتألق الملفت لمعظم نجومه وتصدره المشهد على مستوى المحلي في إيطاليا، لكنه خرج في مفاجأة من العيار الثقيل لعشاء نابولي طبعا من بطولة دوري الأبطال؟
نعم في هذه البطولة نعم قد حققنا الكثير من الفجآت. أعتقد أنه كان يجب القتال من أجل اللقب. يعتقد نعم كل الفرق ظهرت من جديد. وكما نرى موريتيو ساري وكما نرى المدربين الآخرين يسعون كلهم لإعادة الدوري الإيطالي من جديد. كما كنا ما كنا نرى المتعة إلا في الدوري الإيطالي وقد غبنا بالفعل كما تقول قد غبنا عن الصدارة فترة كبيرة ولكن الآن عدنا من جديد. المشهد في بطولة دوري الأبطال مواجهة مهمة كلاسيكو إيطالي كلاسيكو ميلاني بين الإنتر وبين الميلان. من وجهة نظرك بتشوف المباراة إزاي ومين الفريق اللي تتمنى وصوله أو صاحب الفرص الأفضل في المواجهة الإيطالية؟ ربما يلعب الفريقين وأنا لعب معهم لفرق لدي الأصدقاء كثير منهم فأنا أعتقد أنهم سيكون لهم النصيب الأكبر هذا الموسم. فأنا ملائي الأول والأخير للاتسيو لنادي لاتسيو كما أني أيضا أحب فريق نابولي جدا ولكن لكل منا فريقه المفضل كما نقول. فلذلك نأمل خيرا في هذا الموسم ونتوقع الكثير من المفاجآت وفي هذا العام ويوفي وروما فريقان كبيران لا نستطيع نكران فضل أي فريق منهم. كما نعلم أيضا أن الكرة الإيطالية ممتعة ونعلم أن المصريين أيضا يعشقون الكرة الإيطالية ده أكيد. أنا ما عنديش شك أنه معظم الأندية الإيطالية والدوري الإيطالي بشكل عام ليه قاعدة جماهيرية كبيرة جدا في مصر وعشاق اليوفي والميلان والإنتر وروما ونابولي ولاتسيو كتير جدا. لكن خليني اسالك طب سؤال بشكل تاني، مين الفريقين اللي تتوقع ان هم يصلوا للمباراه النهائيه في بطوله دوري الابطال؟ سيتي في مواجهه مدريد، انتر في مواجهه الميلان. ديشامو مانشستر سيتي أعتقد أن السيتي والإنتر سيكونان في النهائي، سيحسمان هذا. وإذا قلنا أنه وصول أو نجاح ثلاث أندية إيطالية في أن هم يصلوا ل يعني خطوات متقدمة جدا في بطولة الشامبيونز ليج، هل ده ممكن يأثر على فكرة عودة الدوري الإيطالي مرة ثانية أن هو يكون جاذب لأسماء ونجوم كبار؟ يعني لسنين طويلة جدا كان الكالتشيو هو الوجهة الأولى لمعظم وأهم الأسماء في كرة القدم، هل تعتقد أنه فوز نادي إيطالي ببطولة دوري الأبطال وتألق نابولي والإنتر والميلان ممكن يرجع الدوري الإيطالي مرة ثانية لسابق عهده؟ بكل تأكيد نعم، هذا ليس فوزا عاديا وليس تقدما من المعتاد أن نصنعه. بمناسبة الكلام عن توهج الفرق الإيطالية، هل تعتقد كمان يمكن منتخب الإيطالي اللي كان من قريب مش من بعيد يعني بطل اليورو وعاد للظهور مرة تانية على ساحة كرة القدم العالمية، هل تشوف ده ممكن يكون ليه تأثير إيجابي على مسيرة المنتخب الإيطالي في المسابقات أو التصفيات القادمة؟ في وقتنا هذا لا أستطيع القول بهذا لأن الدوري الإيطالي مليء باللاعبين المحترفين ليس فقط لاعبو إيطاليا كما كان في سنوات السابقة كانوا يحتلون الدوري الإيطالي. الآن لكن نشوف مانشيني من جديد يحاول أن يدفع بالشباب لنرى تشكيلا من جديد رائعا لنرى فريقا يحيي نفسه من جديد. من أول ما بدأت أتفرج على يعني أحب رياضة كرة القدم ودايما لازم أكون بتابع أو بحب نجم من نجوم الكرة الإيطالية وممكن أقول لك أكثر من 20 أو 30 اسم تابعتهم وحبيتهم وعشقتهم على مدار سنين طويلة جدا، من أول باولو روسي، فيالي، جان فرانكو زولا، مالديني، نيستا، فرانكو باريزي، روبرتو باجيو، دونادوني، كانافارو وغيرهم من النجوم.
هل بتشوف انه لما بعمل دايما مقارنه بين الاسماء العظيمه دي، طبعا ديل بييرو ما اقدرش انساه لانه كان واحد من افضل اللعيبه اللي بحبها، لا لما بعمل مقارنه بين الاسماء دي وبين الاسماء الموجوده في الجيل الحالي من الكره الايطاليه، بحس انه لا في حاجه ناقصه، قدره الكره الايطاليه والانديه الايطاليه على تقديم مواهب كبيره جديده بقت مش في افضل حالاتها يعني. سي. نعم نعم بكل تأكيد. أنت تتحدث عن نجوم كبار، فكيف يقارن هؤلاء بهؤلاء؟ هؤلاء في جانب وهؤلاء في جانب آخر. أنا أقول أن الكرة أيضا ليس أيضا في الدوري البرازيلي وفي الدوري الإنجليزي أيضا اللاعبون كانوا كبار، بالعكس الآن نحاول قدر المستطاع، فمن نجده يلعب بنسبة 70 أو 80% نقول عليه ممتاز، بخلاف هذا في الماضي. فابيو فيرماني أبارك لك على نجاح وتوهج الكرة الإيطالية سواء على مستوى الدوري الإيطالي اللي استعاد جزء كبير جدا من نجاحه وبريقه ولمعانه، أو على مستوى نجاح الفرق الإيطالية في المنافسات الأوروبية. وأتمنى طبعا ليكم دائما التوفيق، كل الشكر ليك على وجودك معنا في السادسة. ده كان لقائنا مع فابيو فيرماني طبعا نجم لاتسيو السابق، والحقيقه انه يحسب للمسابقه، يحسب للكالتشو السنه دي الحقيقه انه المنافسه بقت اكتر من رائعه. واللي بيتابع انا عارف ان في يمكن جزء مازال متمسك بحبه وانتمائه للدوري الايطالي وحريص على متابعته، عارف قد ايه انه معظم ماتشات حتى بعيدا عن المنافسه، معظم ماتشات الدوري الايطالي السنه دي فيها كوره ممتعه وفيها منافسه وفيها سخونه وفيها اثاره كبيره جدا. ونتمنى عشان الصحة ما تكونش بس للدوري الإنجليزي ومن وراء الدوري الأسباني، نشوف الكالتشو مرة تانية بيعود لنفس حالة التوهج اللي احنا شفناه وعرفناه عليها.